اهلين زينة، صار لي نص ساعه طالعه من البيت بس ولا تاكسي وقفت لي، شو اعمل؟ سمعت لك الابراج الصبح قاموا شو قالوا لي؟ قال الحظ معاكسك اليوم. ايه شلون شو دخل تاكسي بالحظ؟ دخيلك اذا تاكسي ما لقيت بدي لاقي ميكرو. هي هي ميكرو، هي ميكرو. لا شكله الحظ ضبط معي. يلا باي، هلا بشوفك. باي. معلي لو سمحت. نزلنا على اليمين معلم. في حدا لسه ما حاسبنا يا عيني؟ اللي ما حاسبنا يستعد دمه يحاسبنا. لك شو قلت هالزوق له؟ يا اخي القانون بيقول اذا ما بتعرف بالقانون لازم تحترم الركاب اللي قاعدين معك، ما تحكي بهي الطريقة معنا. والقانون يقول لك طنشي وما تدفعي؟ انا دفعت. انت دفعتي؟ لا. شرفتي ستي؟ صدقتيني؟ انت ليه ما دفعتي للسيارة تدفعي يعني؟ لا مو للسيارة. ساكتة لأنه ما معي مصاري. أصبحنا وأصبح الملك لله، وجه مين متصبح أنا اليوم؟ أكيد مرتي ما في غيرها. طول بالك يا أخي طول بالك، خلص أنا رح أدفع له. تفضل. عشنا وشفنا والله. شكرا كثير يا أنس. لا العفو ولا يهمك. نزلي على موقف الجامعة إذا بتريد. شرفي ستي، لا بقيت لك الجامعة والله، إذا هيك تخريجة ما بدنا إياها. مرحبا. اهلين يا هلا. نور ليش هيك مغيره ستايلك؟ والله ما عرفتك. عجبك اللوك الجديد؟ بتجنني، طالعه اكبر من ستي. عن جد عم تحكي؟ لك دخيلي بيفهم انا، والله ما عم بفهم عليك.